إيمان عصاري من الجزائر. إشكالية تعلم الإجباري للمدارس، تعلم الديانات في المدارس الحكومية. إشكالية طالما وقفت الدولة مضطربة تبحث عن حلول ترضي أطراف، أو بالأحرى تخمد الرأي العام وتخمد نار الفتن والتطرفات في المجتمع. تعددت الآراء والمشكل واحد. كرأي شخصي أنا مع تعلم الإجباري للديانات في المجتمع، شرط أن يكون ذلك التعلم في المراحل المتقدمة من العمر حتى يتسنى للطالب استخدام عقله للتفريق بين دين الحق ودين الباطل. إن من طبيعة الإنسان التشكيك في الأمور الغيبية والبحث دائما عن المزيد، لماذا لا يكون فضاء ذلك الاكتشاف في المدارس والمؤسسات؟ كما أن تعلم المسلم للمسيحية أو تعلم اليهودي للإسلام مثلا لا ينتهي بالضرورة إلى اعتناقه تلك الديانة، إنما من أجل إلمام ثقافاتهم بمعتقداتهم أو حتى بعاداتهم اليومية أجل التعايش مع مجتمع تلك الديانة. بالإضافة من جهة أخرى نقول، من جهة أخرى تعتبر تاريخ الشعوب والديانات من أهم رموز الهوية الوطنية. تجاهلها بمثابة تجاهل ماهية الوطن، فمجتمع بلا ديانة كهوية بلا اسم.